بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي متابعين حلقات فارماسيست جايد، معكم الصيدلاني محمد جواد. في محور حلقتنا الأساسي لهذا اليوم نكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة، اللي هو كان عنوان الحلقة السابقة الفيتامينز during pregnancy and lactation، الفيتامينات خلال فترة الحمل وخلال فترة الإرضاع. وتكلمنا في مقدمة عن الفيتامينات وعرفنا تقسيم الفيتامينات، قلت إنه الفيتامينات تقسم إلى قسمين: water soluble vitamins, fat soluble vitamins. في محور حلقتنا الأساسي لهذا اليوم، شيل التليفون، رفع. أي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أول شيء هاي استيدك على القناة الحلوة ربي يخليك، جاي نستفاد من عدها. الله يكثر من أنفالك. شكرا لزينك، وشوفك وعلى المراتب إن شاء الله. شكرا. العفو، بس عندي استفسار بسيط، أنه أنت بالحلقات السابقة تطرقت لموضوع الفيتامين سي وشنو جرعتها المثالية والآمنة خلال فترة الحمل، وانطيت مثال اللي هو الليبتاتاب. ومثل ما نعرف أن هاي الحبوب اللي موجودة بالصيدليات من ضمن مكوناتها هو فيتامين أي. نعم. ومثل ما نعرف أيضا أنها فيتامين أي يمنع استخدامه أثناء فترة الحمل، لذلك بس حبيت أنوه وأنبه زملاء عن الصيادلة عند صرف هذا الدواء أنه هو من ضمن مكوناته فيتامين أي. وشكرا. كل الشكر والتقدير على هذه المداخلة اللطيفة. طبعا زميلنا أشار إلى نقطة جدا مهمة وراح نعقب عليها كالآتي. طبعا في قادم الأيام إن شاء الله راح تكون عندنا حلقة مخصصة عن فيتامين أي وحكمه خلال فترة الحمل وحكمه خلال فترة الرضاعة، بالإضافة إلى ذلك راح نتوسع في هذا الموضوع، راح نشوف شنو هي مشاكل فيتامين أي، ما هي التساؤلات الأكثر شيوعا بخصوص استخدام فيتامين أي، شنو الشغلات الموزنة اللي يسويها وإلى آخره. لكن أحب أشير إلى نقطة جدا مهمة. من خلال كتابتي لهذه الحلقات استنتجت على أنه ماكو فيتامين هو آمن بصورة مطلقة ولا أكو فيتامين هو غير آمن بصورة مطلقة. يعني شنو؟ يعني يقول لك أنه التراكيز هي اللي تحدد الفيتامين هذا استخدامه هو بكذا تركيز هو آمن أو لا. لذلك أحب أقول لك أنه فيتامين أي هو آمن بجرع وبتراكيز محددة وغير آمن بجرع وبتراكيز محددة أيضا. والنقطة الثانية اللي يقول لك أنه الفورميليشن التي وضعت في هذه المكملات الغذائية للحامل جاءت وفق الريكومندد دايتري ديلي اللاونس، وتم تصنيع هذا العلاج وفق مصادر علمية تتيح للمرأة الحامل استخدام هذه السبليمنت بأمان. لذلك مثل ما ذكرنا إن شاء الله كل التفاصيل اللي راح تتعلق بفيتامين أي خلال فترة الحمل وخلال فترة الرضاعة ومشاكله وتفاصيله وجزئياته راح نخصص له حلقة قريبا إن شاء الله. نرجع لمحور حلقتنا الأساسي لهذا اليوم اللي هو الفيتامينات خلال فترة الحمل والإرضاع، ونكمل هذا الموضوع ونبلش بفيتامين B5 اللي هو البنتوثونيك أسيد. توثينيك أسيد يقول لك أنه البنتوثينيك أسيد خلال فترة الحمل هو كاتيجوري A out compatible، ويصنف على أنه كاتيجوري C إذا تجاوزت الجرعة recommended dietary daily allowance. خلال فترة الرضاعة هو safe generally acceptable and compatible. تجي المصادر العلمية وتحدد جرعة فيتامين B5 خلال الحمل والإرضاع وتقول USRDA اللي هي US Recommended Dietary Daily Allowance، تقول يابا ترى الجرعة مال فيتامين B5 خلال فترة الحمل هي 10 ملغرامات بير داي كسبليمنت. بينما بعض المصادر العلمية تقول يابا لا، إنه Recommended Dietary Daily Allowance هي 6 ملغرامات بير داي خلال الحمل و7 ملغرامات بير داي خلال فترة الإرضاع. وذكرنا ملاحظة كلش مهمة سابقا، الاختلاف البسيط بين المصادر العلمية لا يفسد في الود قضية، لأنه كل مصدر هو مبني على تجربة أو تجارب مختلفة تؤدي إلى الاختلاف في المعلومة، قد يكون الاختلاف بسيط. نشوف أنه هذا المستحور الإليفت تاب يحتوي على فيتامينات ومعادن كثيرة، نشوف انه نسبة فيتامين B5 6 ملغرامات بير داي اللي هي ضمن الريكومندد دايتري ديلي الاونس. What is the main role of vitamin B5 during pregnancy? Helps metabolize fat, protein, carbohydrate. يساعد حتى يمنع help to prevent pregnancy
related muscle cramps التقلصات بالإضافة إلى ذلك aids in the release of stress relieving hormones. بعد ما انتهينا من فيتامين بي 5 نبدي بفيتامين بي 6 اللي هو البايريدوكسين كلنا نعرفه. يقول لك انه البايريدوكسين خلال فترة الحمل يصنف بانه كاتيجوري A and compatible ويصنف على انه كاتيجوري C اذا تجاوزت الجرعة الريكومندد دايتري ديلي الاونس. خلال فترة الرضاعة هو سيف جنرالي اكسبتابل اند كومباتبل. المصادر العلمية تجي تحدد جرعة فيتامين بي 6 خلال فترة الحمل وخلال فترة الرضاعة وتقول الأكاديمية الوطنية للعلوم تقول بأن جرعة فيتامين 6 خلال فترة الحمل هي 2.2 ملي غرام بير دي كسبلمنت و 2.1 ملي غرام بير دي خلال فترة الإرضاع كسبلمنت. زين، جرعة فيتامين بي 6 لعلاج النوزية خلال فترة الحمل هي 75 ملي غرام بير دي، تعطى بشكل 25 ملي غرام كل 8 ساعات. عادة ما نشوف البايريدوكسين في منتج اسمه النافيدوكسين، في الحقيقة النافيدوكسين يحتوي على المكليزين 25 ملي غرام زائدا البايريدوكسين 50 ملي غرام. البايريدوكسين كتاب الفارماكوثيرابي ديبيرو ينطينا معلومة كلش مهمة، يقول يا بتر عندك هذا البايريدوكسين 10 إلى 25 ميلي جرام 1 to 4 times daily هو يعتبر كفيرست لاين ثيرابي كأنتي إيميتك. إذا هاي السيمتومز بيرزست طولت أكثر من اللازم بالإضافة إلى البايريدوكسين تنطي هيستامين 1 ريسبتر أنتاغونيست اللي هي إما الدايمين هيدرونيت الدايفين هيدرامين أو الميكليزين is recommended. بعد ما خلصنا تفاصيل فيتامين بي 6 وحكمه خلال فترة الحمل وحكمه خلال فترة الرضاعة نجي إلى موضوع جدا مهم عنوانه General Notes. في الحقيقة يقول لك ملاحظة كلش مهمة، يقول لك أنه أغلب الملتي فيتامينات وأغلب الملتي فيتامين preparations اللي تعطى خلال فترة الحمل هي تحتوي على فيتامين بي 6 أو البايريدوكسين، ويقول لك انه ثبت انه البايريدوكسين يقلل من الغثيان والتقيؤ لدى النساء الحوامل. وبعد ذلك يعطيك ملاحظه جدا 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 مهمه، يقول لك انه النساء الحوامل المصابات بمرض اضطراب في القناه الهضميه او الاضطرابات الهضميه او ارتفاع في ضغط الدم الهايبرتنشن سيلياك ديزيز، وكذلك يقول لك النساء اللواتي يستخدمن الانتي كونفولسنت والكورتيكوستيرويد أو سيرتين أنتيبايوتيك كالبنسلامين الأيزونيازايد الهيدرلازين السايكلوسيرين مثل ما ذكرنا اللي هي السيرتين أنتيبايوتيك البنسلامين الأيزونيازايد السايكلوسيرين أو الهيدرلازين كدواء، ويقول إنه أو اللاتي who used oral contraceptive in the past أو اللاتي استخدمن موانع حمل فموية في الماضي يمكن أن يعانون من نقص في مستويات البايريدوكسين اللي هو يكون عديم الأعراض أثناء فترة الحمل. الملاحظة الثانية المهمة اللي ينطيني إياها يقول خلال فترة الحمل الماتيرنال فيتامين بي 6 ليفل تقل وخصوصا بالثيرد تريمستر، ولكن هذا عملية نقصان مستويات البايريدوكسين do not cause symptoms. In contrast يعني يقول لك في المقابل الفيتال بلاد بلازما ليفل بايريدوكسال فوسفيت كونسنتريشن يكون عالي بالفيتال بالمقارنة ويا الماتيرنال بلاد بلازما ليفل بايريدوكسال فوسفيت كونسنتريشن وخصوصا بالسكند والثيرد تريمستر. يقول انه several studies وضحت لي انه البايريدوكسين سبلمنتيشن هو كلش مهم ومفيد للجنين، انه هو يقلل الريسك اوف الاوروفيشال كليفت والكارديو فاسكولار مالفورميشن والنيورال تيوب ديفكت واللم ديفكت والى اخره. ويقول لي ملاحظه مهمه انه اليوجوال ثيرابيوتيك دوز اوف بايريدوكسين داز نوت هاف تيراتوجينيك افكت اون فيتوس. والملاحظة الأخرى المهمة اللي يقول لي إياها يقول إنه البايريدوكسال فوسفيت هو الأكتيفيتد فورم، يعني هو الشكل الفعال لفيتامين بي 6،
اللي هو يعمل ككو انزايم لحوالي 100 تفاعل في الـ of human metabolism. ينطيني ملاحظة أخيرة مهمة، يقول لي إنه من المرجح أن تكون جرعة البايريدوكسين تصل إلى 100 ملغرام باليوم الواحد، وهذه الجرعة مفيدة لعلاج benefit to treating premenstrual symptoms and premenstrual depression. لذلك إنه إحنا من رح نتكلم على موضوع النسائية chapter النسائية، رح نتكلم على هذه المواضيع بطريقة مفصلة جدا، لكن هذه الملاحظة خليها في بالك. ذاكر لك هنا أيضا المين رول أو فيتامين بي 6 during pregnancy، هذه النقاط الأربعة. آخر فيتامين في حلقتنا لهذا اليوم اللي راح نتطرق له إن شاء الله اللي هو فيتامين بي 7 اللي هو البايوتين. خلي في بالك ملاحظة جدا مهمة، خاف تشوف يوم من الأيام فيتامين اسمه فيتامين H هو نفسه فيتامين بي 7 اللي هو البايوتين. لذلك الفيتامين بي 7 البايوتين يسمى أيضا بفيتامين H. يصنف البايوتين خلال فترة الحمل بأنه سيف، بالرضاعة هو سيف. جرعة فيتامين بي 7 خلال الحمل يقول أنه 30 مايكروغرام، ما لا تقل عن 30 مايكروغرام بير دي للنساء الحوامل، و 35 مايكروغرام بير دي خلال فترة الرضاعة. لذلك لو نجي نشوف هذا المستحضر الإليفت تاب يحتوي على فيتامينات ومعادن كثيرة، نسبة فيتامين بي 7 هي 30 مايكروغرام، 30 مايكروغرام. وخلي في بالك أيضا ملاحظة أنه جرعات كبيرة جدا من البايوتين على مدى فترات طويلة من الزمن تؤدي إلى آثار جانبية نادرة مثل الحساسية، حب الشباب، الإجهاض مثلا أثناء الحمل، وهذه الآثار الجانبية هي نادرة. هاي نادرة. ذكر لك هنا أيضا الرول أو فيتامين بي 7 during pregnancy essential to embryonic growth during pregnancy. لهنا خلصت حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى أكون قد تناولت هذا الموضوع بطريقة مناسبة وبسيطة وسهلة. نكرر على أنه الفيتامينات خلال فترة الحمل وخلال فترة الرضاعة هي مهمة جدا جدا، ارتئينا أنه نسلط عليها الضوء بهذه الطريقة، ودائما يكون موضوع الفيتامينات هو من المواضيع المنسية حتى على مستوى دراستنا في الجامعة. لذلك أتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق، ولا تنسونا من الدعاء. شكرا جزيلا.